الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وبعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآيات الثلاث يبين الله تعالى أمورا لخلقه. الأمر الأول أنه خلق الجن والإنس كما خلق بقية المخلوقات. الأمر الثاني أنه ما خلق الجن والإنس إلا من أجل غاية عظيمة، وهي عبادته سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن العبد مأمور بطاعة الله وعبادته والتقرب إليه، وأن الله سيرزقه، فهو يفعل السبب من أجل الرزق، كأن يسعى وأن يعمل في السوق إلى آخره، ولكن لا يكون الرزق هو همه الأعظم، لأن الله تكفل به فقال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والغاية العظيمة دي وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، إنت لما تقوم بها في الدنيا دي بتكون مرتاح. والله قد تكون زول فقير وساكن في بيت جالوس، بيت بتاع طين، والكهرباء بتقطع والموية ماف، والأولاد بيعيوا كل يومين ثلاثة، والصداع والأكل مسيخ، لكن بتكون أسعد الناس، لأن الله تعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية من سورة النحل، قال فيها ابن كثير رحمه الله تعالى: من عمل صالحا، أي عملا وافق فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص فيه لله تعالى، فجمع بين الأمرين، بين الإخلاص والاتباع، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هو على التوحيد، فلنحيينه حياة طيبة، أي في هذه الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياة الطيبة الرزق الحلال. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحياة الطيبة القناعة، كن مقتنع. وقال عكرمة والحسن البصري عليهما رحمة الله: لا راحة للعبد إلا عند دخول الجنة، عشان ما تدعب كثير. وقال ابن كثير، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، رضي الله عنه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق حلالا وقنعه الله بما آتاه. شكي تعبد الله في الدنيا دي براك بتكون مرتاح، وفي الآخرة تدخل جنة الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نزلا، النزل ما يقدم للضيف. قال: كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بالتأسي في الدنيا دي بتبغى الحول، أسي تدق عمارة في الحاج يوسف دي، تقول: والله يا أخ عمارة كويسة، لكن كان بقت بدل خمسة طوابق كان بقت عشرة، لغاية بنرحل كان لقينا واحد عشرة، تلقى عشرة تاني تقول: والله يا أخ الحاج يوسف ما فيها كلام، كويسة ما فيها كلام كثير، ولا البلد دي، لكن غاية العمارة دي كانت حولت في الرياض ولا الطائف، هناك الأرض ضغلة شوية، تمشي هناك الرياض ولا الطائف بعد شوية تقول: والله السودان ده ذاته كله مسخن،
قال لقينا لنا غايته حاجة برة بس تقعد كده لما نجيك القبر ولا كيف؟ والزول بيته سايخ، كان جاته قريشات يكشف للبيت، والله المطبخ ده محله هنا ما سمحه، يكسره تاني يجاسفه بغادي، بعد شوية بيجاي قاعد كده برا وبيزهج، أسين عين للمراية ساعتين ساعة كده بيزهج، الله الشعر ده مغبحني كر حلقه، بكرة بقى الصلعة الله ريته ينخليته خليته وين وتجيبه كيف تاني، أصبر شوية بقوم تاني. فإنت في النهاية دي ابتلاءات، لكن في الجنة قال ليك إنت ما دار تتحول، لأنه في نعيم مرتاح جدا، حور عين وأكل وشراب وظلال وأنهار وأشجار وأنبياء، بعدين تشوفون وصحابة وأهل خير، وترى الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، شنو ناظرة، وبعد ده رب العزة والجلال ما هو قال لك كذي، لهم ما يشاءون فيها ولدينا شنو مزيد. طيب العبادة دي الله خلقنا عشان الناس، لما تشوف الناس اللي بيعبدوا بتلقاهم أقسام، في ناس عبدوا الشجر والحجار، الله قال في القرآن أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. اللات في قراءة بالتشديد في رواية أو قراءة تشديد كما ذكر الفوزان حفظه الله تعالى، قال رجل يلت السويق للحجاج، بلت السويق بعدين الناس عظموه سووا له اللات، سووا له صنم بعد مات، والعزى شجرة كانت فيها جنية، الجنية دي بعدين هم بيتكلموا مع الشجرة والجنية شنو بتتكلم معاهم، بيعبدوها من دون الله تعالى، ومنات دي برضو صخرة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهي من أقدم الآلهة الباطلة التي عبدت عند العرب، هي وهبل كما ذكر محمد بن عبد الوهاب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ناس بيعبدوا الأحجار والأشجار، في ناس بيعبدوا الشمس، شايف الشمس دي ناس بيعبدوها، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هناك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. في ناس بيعبدوا الشمس، والله في ناس بيعبدوا الجن ويتقربوا للجن ويستعيذوا بالجن، استعيذوا بهم عديل، هم بيغادي يعبدوا الأصنام وبيجاي استعيذوا بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وناس عبدوا وإلى آخره، ناس عبدوا البشر عديل، بشر عبدوهم، في واحدين عبدوا النار مجوس، واحدين عبدوا البقر تاعنا الركشات ديل من الهند بيعبدوا البقر عديل، بقرة تجي ماشة الجماعة يقيفوا لستوب، تخش البوتيك تبول بيتبركوا، دي بركة بتاعتهم بقرة، وانت تتوكل تطبحها قدامهم ان شاء الله الله يديك اجر، كان ما ضبحوك تاني بعدين، فانت تشوف شغلتك. فديل بيعبدوا البقر، في ناس بيعبدوا الناس عديل زي ما ذكرت لك، والله قال كذي في القرآن، قال قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، ودي أسماء خمس رجال صالحين كما في صحيح البخاري وفي تفسير ابن كثير لسورة نوح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. ناس بيعبدوا الناس، مش المعبودات اختلفت،
في ناس بيعبدوا الله بس براو وديل احسن ناس، واي زول غير منهج ده من أسوأ خلق الله. الدليل قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فرب العزة والجلال وجه أسئلة، مش داسي عبدوا معبودات مختلفة. أي رب العزة والجلال وجه أسئلة وأنا دار أذكرها لك واختم لك أقدم الزول البعدي إن شاء الله. قال الله تعالى وركز فيها الآيات دي، حاول أحفظها، أعمل بها نصيحة، أعمل نصيحة واربط العمة كويس ودبلها عمتين ثلاثة بتدق عكاز في راسك الله يتقبل. فإنت أحفظ الآيات دي إن شاء الله بتستفيد منها، وأي آية في القرآن بتستفيد منها. طيب الله قال في القرآن سبحانه وتعالى: قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أخر الله سبحانه وتعالى أما يشركون من دونه سبحانه وتعالى. الجواب معلوم، كمن يقول أيهما أحر النار أم الماء؟ مش الجواب معروف؟ ما بتحتاج شنو؟ معروف جدا. قال الله خير أما يشركون، بعدين وراك قال أمن خلق السماوات والأرض. سماوات دي خلق منه في الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، خلق منه ما في. من خلق السماوات والأرض كذبوا في الكتاب ده النور البراق تاع الختمية، قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. انت تبني السماء اي بنيت بها تطوب بلدي ولا أحمر ولا طوب اسمنتي وهي كم متر ذاته، والقاولك منو تبناه تبنيه القاولك منو ذاته، وانت بتبني سايه كلها لخبطة والله الذي لا إله غيره كلها باسم دين الله تعالى. ذيل بتاع ذيل الختمية. بعدين قال لك أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، الموية نزل منه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الخنجر قال عندنا شيوخ بدوا المطر، والمطر بحسب الطلب. ما سمعتوا الكلام؟ شوف شوف القرآن ده كلام بيقولوا واسهم بخالفوه تماما. قال وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، موية لونها زرقاء تنزل تمرك شجرة خضراء وبيجاي دي حمراء وبيجاي دي بنفسجية، تلقى جرك بتاع شوشة وبيجاي واحد لون تاني. الموية مش لونها واحد اي، الموية مش لونها واحد اي. ليش الشجر ده ألوانه بتختلف؟ ده ما دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون جاء فيها تفسيران، يعدلون يسوون غير الله بالله. الله بدي الجنة، الشيخ بدي الجنة، الله بيعلم الغيب، الشيخ بيعلم الغيب، الله تحلف به سبحانه وتعالى تحلف بالشيخ، الشيخ بنزل الله بنزل المطر، الشيخ بنزل المطر، بل هم قوم يعدلون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والتفسير الثاني يعدلون من العدول، يميلون عن الحق، يميلون من الحق إلى الباطل، يخلوا الحق ويمشوا للباطل. والله قال لك بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا، الأرض دي ثبتها منه، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، عملوا علينا أوتاد الأرض في الجبل الأربعة، قال في أوتاد في الجبل الأربعة
والله الذي لا إله غيره، وحاولوا يؤولوا لك ويعملوا لك ويسووا لك، والله سبحانه وتعالى حسم المسألة إذا صح التعبير. وبعدين قال رب العزة والجلال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. عشان كذي قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي للجبال تثبتها وجعل بين البحرين حاجزا. ودي ما بيقدر على مخلوق والله. كوز لو جبته أجارك الله من الكيزان، لكن لو جبت كوز ومليته موية نص 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 كباية ولا نص كوز جبتها من الحاج يوسف ونص من أم درمان موية مسيخة ولخبطت سوا جبتها زول قلت له فرق لي موية أم درمان من الحاج يوسف بيقدر يفرقها؟ بيقدر؟ في كوز ما يقدر يفرقها لأنه أصل الكوز بتاع لخبطة، ما يقدر يفرقها. فما بالك الله يجرين بحرين سوا، يجرين سوا ما جردل ولا ترعة ولا كذي، بحرين ويطاقشن موية تطقش موية وما يتلخبطن. عليك الله دي ما عظمة. قال: مرج البحرين يلتقيان بينهما شنو برزخ لا يبغيان. وكلام طويل الناس بدأنا دار الناس يستفيد من الإخوة من بعد إن شاء الله، لكن قال لك: وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. والله أكثر البشرية لا يعلمون، أكثر الناس في جهل، جهل عظيم يا أخي. سفنجة مقلوبة يقول لك صلحها، خايفين منها. الطفل يلدوه لبسوه كمون، خايفين من العين لما نشركوا بالله سبحانه وتعالى لبسوه في الكمون. الواحد يلبس في الحجاب جهل تقيل في البلد دي وفي غيره، وزول تلقى بيصنع طيارة كافر، يصنع طيارة حديدة تقيلة كر تطير، وبعد ده ما يقدر يعرف العقيدة الصحيحة. ليه يجهل؟ لأن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لمن كان على المنهج الصحيح والعقيدة القويمة. فلذلك رب العزة والجلال قال: بل أكثرهم لا يعلمون. باقي الآيات ما دار شرح كثير، وحسين ده هبشني بورا بعد شوية بديني شلوت. بعدين قال لك شنو: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أكتفي بهذا القدر وأقدم الأخ شهاب.